السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج قضية وضيف. أهلا بكم. يحتفل العالم في 12 من يونيو من كل عام بمشاركة الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لمناقشة محنة الأطفال الملتحقين بسوق العمل، والبالغ عددهم 218 مليون طفل في جميع أنحاء العالم وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية التي تسعى لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمد الأطفال في العالم والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2025. يحظر القانون الدولي عمالة الأطفال التي تعرض حياتهم للخطر أو تحرمهم من التعليم أو تحمل عبء مزدوج والمتمثل بالدراسة والعمل معا. من أسوأ أشكال عمالة الأطفال طبقا للقانون الدولي الاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة. في اليمن يعاني الأطفال مشكلات مركبة ومعقدة، فإلى جانب ترك أكثر من 3 ملايين طفل مدارسهم والتحاقهم بسوق العمل بسبب الحرب والضائقة الاقتصادية وانتشار كورونا، أشركت أطراف الصراع العسكري الأطفال في جبهات القتال، وخاصة الحوثي الذي حول المراكز الصيفية إلى معسكرات تجنيد إجباري لمئات الآلاف من أطفال المدارس تمهيدا لإلحاقهم في جبهات القتال. أهلا بكم. تدق المنظمات الدولية ناقوس الخطر من ازدياد عمالة الأطفال في العالم بفعل جائحة كورونا، لكن اليمن يعيش ما هو أسوأ من ذلك بمراحل، حيث تحل النسخة 7 من اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والصغار في اليمن يتم الزج بهم في جبهات القتال من قبل ميليشيا الحوثي لتجردهم من حقهم في الحياة والتحصيل العلمي الذي سيجعلهم مواطنين صالحين وينفعون أنفسهم وبلدهم. اليونيسف أكدت أنه يوجد 1.5 مليون طفل في اليمن خارج المدارس، بما في ذلك أكثر من 600 ألف آخرين تسربوا من الدراسة منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وتسببت في حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وأملهم في مستقبل أفضل. تسرب الأطفال من المدارس وحرمانهم من التحصيل العلمي جعلهم صيدا سهلا للميليشيا التي زجت بهم في معاركها العبثية، حيث أشارت تقارير حقوقية إلى تجنيد الميليشيا أكثر من 30 ألف طفل، كما أن التعديلات التي أدخلتها على المناهج التعليمية جعلت المرافق التربوية بؤرة لاستقطاب الأطفال إلى صفوفها من خلال غسل أدمغتهم بالفكر السلالي والعنصري وتلقينهم ثقافة العنف والكراهية، ناهيك عن افتتاحها خلال العطلة الحالية 6 آلاف مركز صيفي يستهدف أكثر من 500,000 طالب يتم فيها تفخيخ عقولهم بالفكر الحوثي المتطرف وتحريضهم على القتال ليصبحوا وقودا لحروبها العبثية. حيث أشارت مصادر تربوية بأن شقيق زعيم الميليشيا يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها دوليا يسعى من خلال المراكز الصيفية إلى تجنيد 50 ألف طفل. أما الأطفال الذين نجوا من شراك جبهات الحوثيين، اضطر الكثير منهم إلى ممارسة أعمال خطرة لمساعدة أسرهم على توفير لقمة العيش في ظل عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو 5 سنوات، ولأنه لم يعد لدى البعض منهم من بد بعد فقد معيله في هذه الحرب العبثية سوى تحمل المسؤولية في سن مبكرة حتى لا يقعوا ضحية الموت جوعا إن كتبت لهم النجاة من حبائل الحوثي الشيطانية التي حكمت على الطفولة بالفناء أو العناء بحثا عن تأمين لقمة العيش. إذن ليس في اليمن فقط من تعاني البلاد من كثرة أو وفرة الذين خرجوا عن المدارس وعن إطار التعليم والتحقوا بسوق العمل، فهنالك أكثر من 264 مليون طفل عامل في العالم وفقا لآخر التقديرات. فاصل قصير ونبدأ النقاش.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء لمناقشة هذا الموضوع المتمثل باليوم العالمي لمكافحة أود الحد من عمالة الأطفال، أو هكذا تسميه منظمة الأمم المتحدة، والتي أدرجته ضمن الأيام التي يحتفى بها سنويا، إضافة إلى العديد فيما يتعلق بالطفولة بمسميات مختلفة. هذه المرة تتحدث عن العمالة، ويسعدني أن يكون بمعيتي عبر الأقمار الصناعية أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة. أستاذ أحمد، مرحبا بك. يعني عندما نتحدث عن الأطفال وهذه المفردة التي أصبح يتاجر بها إنجاز لي التوصيف في أكثر من محفل وفي أكثر من مناسبة، ويعني إذا ما استقرأنا واقع الطفل فهو أكثر ما يعاني اضطهادا وأيضا تجاوزا، ويعني اسمه فقط لا يتصدر إلا في قائمة المزايدات الدولية أو الأممية تحديدا. أين يكمن الطفل في خارطة المجتمع الدولي أولا؟ بداية نستطيع القول بأن أطفال اليمن هم الأكثر عرضة للانتهاك على مستوى العالم، ربما نظرا لأن الحرب التي تستعر في اليمن منذ 7 سنوات تقريبا شملت غالبية مناطق الجمهورية اليمنية، وبالتالي فغالبية أطفال اليمن هم تحت طائلة هذه الحرب، وبالتالي فإنهم يتعرضون لكافة أصناف الجرائم والانتهاكات بما فيها أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وبالتالي إذا أردنا أن نقيم أداء أي مؤسسة أو جهة فإننا يجب أن ننظر إلى نتائج أعمالها لا إلى ما تقول، وبالتالي فإن نتائج العمل فيما يخص حماية الأطفال وتمكينهم من حقوقهم الأساسية والفضلى خلال هذا النزاع المسلح تكاد تكون يعني محصورة جدا وضعيفة ومتدنية جدا، برغم المبالغ الكبيرة جدا التي حصلت عليها المنظمات الدولية والمنظمات الداعمة. وهذا له أسباب كثيرة فيما يخص لماذا أن الأطفال إلى الآن لم يحظوا بالقدر الكافي ولو حتى في الحد الأدنى من الاهتمام والرعاية بهم في هذه الظروف الصعبة. نعم، يعني نحن نتحدث الآن عن الأطفال في ظل أحاديث عن أن هنالك أكثر من 3 ملايين طفل تسربوا وخرجوا خارج نطاق التعليم والتحقوا بسوق العمل. أنت أشرت في مضمار حديثك وفي بدايته إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تعاني من هذه الجائحة المتمثلة بالعمالة، يقابلها 264 مليون طفل في العالم يعمل أكثر أو أكثر من نصفهم في بيئات بائسة وخطيرة، وأيضا يعانون من الاستعباد كما تقول التقارير. إذن هل نستطيع أن نقول بأن الطفل عامة يمثل نوعا من المتاجرة الأممية أستاذ أحمد، أم أنه فعلا معضلة يحاول أن يجد لها حلا المجتمع الدولي متمثلا بالأمم المتحدة؟ الطفل هو في البداية يعني ضحية الصراع الموجود في اليمن، ضحية تردي الخدمات، ضحية انعدام الحماية، ضحية توقف العملية التعليمية، ضحية لعدم وجود آليات لحماية الأطفال، توقف المدارس، توقف المعلمين عن أداء دورهم بسبب عدم صرف مرتباتهم. هناك عوامل كثيرة، الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كونها هي الجهة المشرفة على العمل وهي المنفذة للعمل في اليمن فيما يخص التدخلات الإنسانية الطارئة، ولكن إنها تقول بأنها تقوم بواجبها وتنفذ برامج ومشاريع من أجل حماية الأطفال. هذا الموضوع يعني لا نستطيع نحن الحكم على الأمم المتحدة بأنها يعني هي المذنبة فيما يخص الأطفال في اليمن، لكن نستطيع الحكم على الجماعات المسلحة والميليشيات المسلحة وجميع أطراف النزاع في اليمن بأنها هي المسؤولية المباشرة عما وصل إليه الأطفال. إذا كان هناك تقصير من قبل الأمم المتحدة، وأنا لست ناطقا باسم الأمم المتحدة ولا مدافع عنها، ولكنني أقول إذا كان هناك تقصير فالتقصير تتحمل مسؤوليته الحكومة الشرعية نظرا لعدم وجود آليات لديها فيما يخص تقييم برامج الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وتوجيه أيضا أولوياتها. للأسف الشديد حتى الوزارات الحكومية يعني تتعامل مع المنظمات الدولية كمتسولين، يتعاملوا كمنظمات حقوقية ولا يتعاملوا كحكومة لها الكلمة الفصل على بلادها. أيضا عدم تمكين الحكومة من بسط سيطرتها على الأقل في المناطق التي تسمى محرر
المكررة، هذا واحدة أيضا من المشكلات. الميليشيات المسلحة تحكم جميع الأراضي اليمنية بدون استثناء تقريبا، إلا ما عدا مناطق محصورة جدا ومحدودة جدا التي فيها سلطات نستطيع أن نقول عليها بأنها سلطات حكومة شرعية، وهذه السلطات مجردة من كثير من من من, من عوامل القدرة التي تمكنها من أداء واجبها، ومع ذلك تتحمل الحكومة الشرعية وتتحمل الأمم المتحدة ويتحمل المجتمع الدولي بالإضافة إلى أطراف النزاع الذين يعتبرون المسؤول الأول فيما يخص الأطفال وما يتعرضون له، يتحملون جميعا المسؤولية المشتركة فيما يخص الأطفال وما وصلوا إليه من حالة تردي ومن وضع كارثي في جميع الحقوق وليس فقط فيما يخص الأطفال. نعم. عندما نتحدث عن عمالة الأطفال نحن نتحدث عن أطفال غير ملتحقين بالمدارس، نحن نتحدث عن أطفال يتعرضون لأسوأ أشكال المعاملة والاستعباد يعني العمل السيء جدا بما في ذلك الأعمال التي تعرض حياتهم وتعرض صحتهم وتعرض أيضا أخلاقهم وسلوكياتهم للانحراف. هناك الآن يعني الأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي في إطار سواء أشكال عمالة الأطفال، ليست فقط يعني أعمال خطرة كالتجنيد والاشتراك في النزاع المسلح والعمل في الورش والعمل في رش المبيدات والسموم في مزارع القات وغيرها، هذه كلها عوامل، وبالإضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال إلى العنف الجنسي سواء الأطفال المجندين الذين يشتركون في جبهات القتال أو الذين يتم تجنيدهم في 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 يعني محافل أو فعاليات خاصة بتجنيد الأطفال. هؤلاء الأطفال هناك نسبة كبيرة، ومنظمة سياج تعكف الآن على دراسة من هذا النوع، نسبة كبيرة من الأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله، هذه إشكالات كبيرة جدا ومعقدة جدا. نعم، دعني أذهب إلى عرفات حمران رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات الذي ينضم إلي للتو. أستاذ عرفات مرحبا بك. يعني إذا الطفل اليوم فيما يتعلق بين قوسين الطفل اليمني، وأحاديث كثيرة كما أشار إليها الأستاذ أحمد القرشي وهو يتحدث عن أن هنالك استغلالا جنسيا يتعرض له الأطفال، أيضا هنالك فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري الذي يستخدم أو تستخدمه كافة أطراف الحرب في اليمن، هنالك أيضا ظاهرة الاغتصاب، هنالك أيضا ظاهرة المبيدات التي أشار إليها الأستاذ أحمد قبل قليل، هنالك أيضا الاتجار بالبشر. يحمل القرشي كما سمعت إليه قبل قليل الحكومة المسؤولية الأولى قبل الأمم المتحدة أو أي عناصر دولية لها علاقة بذلك. من يتحمل المسؤولية برأيك، خاصة وأن الحكومة والحوثيين اليوم هم مصنفون من ضمن من يضطهدون الطفولة في اليمن في من خلال الصراع القائم؟ تفضل. مرحبا بك وبضيفك الكريم. نحن نعرف أنها في الوضع الطبيعي تكون الحكومة هي مسؤولة عن حماية كل المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء والنازحين وهذه الاحتياجات الخاصة، لكننا في أثناء النزاع المسلح وأثناء القتال يعني يختلف الوضع قليلا. نحن لدينا اتفاقيات ما تخص الطفولة وحماية الأطفال في اليمن مع الأمم المتحدة، وفي هذه الحال فإن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الأطفال حسب الاتفاقات التي بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، لكن للأسف الشديد الأمم المتحدة تذهب دائما بعيدا عن إدانة أي جريمة أو حماية المدنيين أو النازحين أو الأطفال. والأطفال في اليمن حقيقة يعتبروا هم 56% من عدد السكان الذي يتجاوز 30,000 يعني نسمة، 30 مليون نسمة، وهم أيضا أكثر متضررين هذه الحرب سواء في مجالة العنف الأسري أو المجتمعي أو الجنسي أو أيضا القتل، فهم يتصدرون عدد هائل من القتل وأيضا القنص وزراعة الألغام أيضا يتصدرون المرتبة الأولى، وكذلك النازحين وأيضا القتل واستهداف المدنيين وأيضا الأمراض الكثيرة، الأطفال هم أكثر يعني عرضة لها، والتجنيد ما يقارب 30,000 مجند من الأطفال. كل هؤلاء الأصل أن الأمم المتحدة تعمل على وجوده وتواجدهم ومراقبة الحرب وأن يكونوا بعيدين عن النزاع المسلح، وفي حالة إن حدث هناك اختراق لهذه الاتفاقية أو استغلال لهؤلاء الأطفال سواء بالعمالة أو التجنيد أو استهدافهم استهداف مباشر أو غير مباشر أو إصابتهم أو النزوح أو التشرد، في ذلك الحال تعلن الأمم المتحدة
عبر المنظمات المختصة فيها، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو فريق الخبراء الذي تم تشكيله، تعلن من هو الطرف الذي قام بالاستغلال وتصدر بيان واضح، وهذا البيان يكون لديه أيضا تبعات من قرار يصدر من مجلس الأمن. نعم، تقرير الاتهامات هذه أستاذ عرفات، يعني هل هو تنصل عن المسؤولية بالفعل من قبل الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، أم أن من يعني من شأن هذه التقارير أن يوجد حل على الأقل، أو يعني تحميل طرف معين لما يقوم به ضد الأطفال في اليمن إنسانيا؟ يعني هي الأصل أن الأمم المتحدة تحدد من هو الطرف، وإذا حددت ببيان واضح وصريح فإن هناك قرارات ستتخذ بناء على هذه البيان وهذا التصنيف فيما تتمثل هذه القرارات. سيضغط على الطرف الذي يقوم بممارسة الجرائم ضد الطفولة ويوقف هذه الجرائم، لكن للأسف الشديد لا يوجد بيان واضح حتى الآن بأن الأطفال هم يعني من هو الطرف الذي يقوم باستغلالهم وارتكاب جرائم بحقهم. لذلك المجتمع الدولي موقفه سلبي، قرارات أيضا أممية لا تصدر بهذا الشأن. يأتي بعد ذلك دور الحكومة الشرعية في متابعة ووصولها صوت الأطفال، وأيضا التحرك الدبلوماسي والسياسي، وأيضا توثيق هذه الجرائم ويصالها إلى الأمم المتحدة والضغط عليها من أجل إصدار بيانات واضحة. وهنا يأتي أيضا عملية تكاملية للحكومة الشرعية في أثناء الحروب والنزاعات المشروعة. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة ومنظماتها هي المعنية بذلك، خاصة أن هذه المنظمات تستلم مبالغ كبيرة باسم اليمن وصلت إلى 32 مليار دولار مقابل حماية المدنيين والفئات الأشد ضعفا، ونقصد بها هنا الأطفال بالدرجة الأولى. نعم. لا يمكن أن نعفي هذه المنظمات، ولا وعلي، وإذا كانت عاجزة عن حماية الأطفال تقول من هو الطرف. أعتقد هذه الأمور ليست صعبة، لكن هي منحازة إلى الحوثيين. لا تقول أن الحوثيين يجندون 30,000 ولا أنهم هم من يزرعون الألغام، ولا أنهم هم من شردوا النازحين ما يقارب 4 مليون نازح ثلثهم من الأطفال. لا جميل. تقول كل هذه الكلام، وتقول كلام منمطاطيا وتقارير إنشائية وأقرب إلى السياسة والدبلوماسية من التقارير الحقوقية القانونية التي تحدد ما هو الطرف الذي يرتكب هذه الجرائم. يعني لا تجرم بشكل مباشر الجهة. نعم، سأعود إليك أستاذ عرفات، دعني أعود مرة أخرى إلى أحمد القرشي. أستاذ أحمد، يعني تحدث كما أشار قبل قليل عن نقاط هامة جدا، أبرزها بأن هنالك تواطؤا أمميا من خلال التصنيف والتجريم لشخص بعينهم أو لجماعات بعينهم، ويتحدث هنا عن جماعة الحوثي. إذا ما تحدثنا عن أن هنالك عمالة أو عمالة خارج نطاق التعليم، وأن هنالك تسريبا من المدارس لعدد من الأطفال، عندما نتحدث عن تعليم من نوع آخر تتمثل بمراكز صيفية تبلغ حتى الآن كما تقول التقارير أكثر من 6,000 مركز الصيفي للتعليم، ولكن هنا تعليم من نوع آخر يتم الصرف عليها بسخاء، ومن وراء هذا التعليم أفكار وتجنيد، ألا يعد ذلك خطرا فادحا يضاف إلى خطورة العمالة برأيك؟ لا شك بأن أي ممارسة بعيدة عن المنهج التربوي المقرر وفقا للقانون وفقا للدستور يعتبر خطأ، ويفترض أن يتم يعني التوقف عنه بشكل مباشر، خاصة إذا كانت مخرجاته سيترتب عليها نوع من الحشد على أسس طائفية أو مذهبية كما تدعي بعض الأطراف، أو يكون مخرجات هذا النوع من التعليم هو تحشيد باتجاه الحرب للسلام وما إلى ذلك، بينما المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي الكل ينزع باتجاه السلام وباتجاه إعادة إعمار ما دمرته الحرب وغير ذلك. لكن دعني أعود إلى النقطة السابقة، وهي من يتحمل المسؤولية. وبشكل سريع أقول بأن المسؤولية الأولى تقع على الطرف الذي يقوم بالانتهاك المباشر للأطفال، سواء الذي يقوم بتجنيد الأطفال أو الذي يقوم بتدمير المدارس أو الذي يقوم باعتقال واختطاف المعلمين وسرقة مرتباتهم وعدم دفعها إليهم، وما يؤدي إلى توقف
المدارس وتسرب الأطفال إلى أسوأ أشكال عمالة الأطفال. هذه الأطراف التي هي مسيطرة على الأرض وأكثرها جماعة الحوثي كونها تسيطر على المحافظات الأكثر كثافة سكانية في اليمن التي تمثل قرابة يعني ربما 3/4 تعداد سكان الجمهورية اليمنية هم في مناطق شمال ووسط اليمن الذين يسيطر عليهم جماعة الحوثي بشكل كبير جدا، ولا تخلو بقية الأطراف التي تسيطر على مناطق في الجنوب أو في الشرق أو غيرها من المسؤولية المباشرة في إطار مسؤوليتها. لكن أيضا هناك مسؤولية تقع على الأمم المتحدة كما أضاف الأستاذ يعني حمران بأن مسؤولية الأمم المتحدة أن تفصح للمجتمع الدولي وأن تفصح للجميع حول من يقوم بممارسة الانتهاكات والجرائم وأن تتخذ التدابير والإجراءات لملاحقته وفقا للقانون الدولي. أيضا تعطيل الحكومة الشرعية من قبل أطراف خارجية أو داخلية بشكل أو بآخر هذا يجعلها مشلولة وغير قادرة على أداء مهامها على الأقل في مناطق سيطرتها، وهذا تتحمل هذه الجهات التي عطلت الحكومة وجعلتها شبه مشلولة عن أداء واجبها المسؤولية المباشرة. لكن على الحكومة الشرعية مسؤولية أن تفصح أيضا هي الأخرى وأن تتحدث وتقول للعالم ما الذي يدور إذا كانت قادرة على الحديث بشكل أو بآخر. لماذا لدينا حكومة خارج الحدود ولماذا الحكومة غير قادرة على أن تستقر داخل الأراضي المحررة وتمارس مهامها من 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 من, من داخل يعني الأراضي اليمنية؟ هذه مسائل يفترض أن توضع أيضا على الطاولة. تتحمل مسؤولية أيضا المجتمع الذي يعني يقبل بأن يذهب أطفاله إلى العمل، يتحمل أولياء الأمور والأسر تتحمل المسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر، مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية في أطفالهم الذين ذهبوا برضائهم أو بموافقتهم للانخراط في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وهم يعرفون أن هذا النوع من العمل سوف يعرض أطفالهم إلى القتل أو الإصابة أو الانحرافات الأخلاقية والشذوذ وما إلى ذلك والاستغلال الجنسي. هذه يفترض أن تكون أيضا مسؤولية مباشرة على الأسرة وهي المسؤول الأول عن حماية ورعاية الطفل، فإذا كانت غير قادرة بسبب الفقر أو الحرب أو إلى ذلك تنتقل المسؤولية أيضا إلى الحكومة في إطارها. نعم. فيما يخص المراكز الصيفية إذا سمحت لي سأعود إليك، هنالك نقطة هامة جدا ذكرتها أذهب بها إلى الدكتور إيهاب القرشي الباحث السياسي والإنساني من عدن. دكتور إيهاب، يعني هنالك نقطة هامة جدا طرحها الأستاذ أحمد وقال عندما نتحدث عن أن للحكومة دورا أو يعني ما يفترض أن تقوم به لا, 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 لا يجوز أو لا يجب تحميلها ما لم تطقه، خاصة وأن هنالك تعطيلا أشار إليه في مجمل حديثه يتحمله المجتمع الدولي. عندما نتحدث عن انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي عبر استخدام الأطفال في معاركهم العبثية في الجبهات، ما الذي قدمته أيضا الشرعية والتي هي متهمة أيضا بإدراج الأطفال في النزاع المسلح والزج بهم إلى الجبهات وكل في الهم سواء كما يقال، برأيك؟ أولا أشكركم على الاستضافة وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. الحقيقة أن موضوع الأطفال هو موضوع شائك في اليمن وعلى مستوى الدول العربية وأيضا على مستوى العالم. منظمة العمل الدولية حددت اتفاقيات وقوانين يعني تنظم كيفية معالجة هذه القضية، واليمن أحد الدول التي وقعت على الاتفاقيات التي كانت رقم 138 و182. الحقيقة سؤالك عن من هو المسؤول، هو المسؤولية تنقسم قسمين. القسم الأول من ينتهك حقوق الطفل بكافة أشكالها، والحوثي هنا يعبر عن هذا الجانب بشكل كلي بكل تصرفاته بكل بانقلابه على الشرعية وبانتهاكه لحقوق الأطفال وبانتهاكه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. كافة هذه الأمور هي تمثل أحد الأسباب التي يعني تداعت أو زادت من عمالة الأطفال في اليمن. لكن هناك أيضا أسباب أخرى اجتماعية واقتصادية على الحكومة أيضا مراعاة معالجتها ولو بشكل جزئي. فمسؤولية الحلول هي تقع على الحكومة وعلى الشرعية، وبالتالي ليست الحكومة فقط والشرعية هي المسؤولة وحدها، وإنما أيضا المجتمع الدولي. كون اليمن حاليا تحت البند السابع، وأي ضرر يمس المواطن اليمني على الحكومة مساءلة المجتمع الدولي. هنا يأتي دور المنظمات الدولية، ومن المفترض أن تقوم ببرامج ومشاريع لمعالجة على الأقل الأسباب الغير مباشرة والغير ناتجة عن الحرب وعن انقلاب الحوثي، مثل مثلا التعليم أو يعني التوعية للآباء والأمهات والأسر تجاه يعني تعليم أولادهم.
ايضا في البرامج الصحيه والبرامج الاخرى المساعدات فيما يخص مصادر العيش لهذه الاسر. يعني 400 الف يمني من الاطفال ماتوا بسبب الجوع خلال الفتره الماضيه. هناك ايضا تصحيح لبعض الارقام وبعض المسميات التي اوردتموها قبل قليل عن 264 طفل على مستوى العالم مليون. الحقيقة أن هناك فرق ما بين الأطفال وما بين اليافعين، وتأتي الأرقام هذه تشمل الأطفال من سن سنة واحدة إلى 14 سنة، ويصنف المجتمع الدولي أن أكثر من 10 سنوات هم يافعين. في اليمن أكثر من 46% من السكان هم من الأطفال واليافعين، وكل ما كان العمر أقل كل ما كانت الظروف والأسباب أكثر تأثيرا فيهم. هناك أطفال يموتون بسبب سوء التغذية، وسوء التغذية والجوع هو أحد الأسباب التي أخرجت الأطفال للعمالة. العمل ونوع العمل وتصنيفاته متعددة في اليمن وخطرة جدا، ليست مشابهة لبقية الدول العربية أو على مستوى العالم، ولكن نحن نشاهد كل يوم على شاشة التلفزيون أطفال وهم في المعارك يسقطون يعني قتلى جراء احتياجاتهم المادية. هذه أحد أشكال العمل الذي يضطر لها الأطفال في اليمن لمساعدة أسرهم أو مساعدة أنفسهم. ولذلك لابد أن توجد معالجات من الحكومة ومن الشرعية بشكل عاجل. الوزير نعم. الزوعري تحدث بالأمس عن أهمية وجود إحصائية لمعرفة كيفية معالجة الأطفال، وأنا هنا أوجه له يعني توضيح أو يعني نقطة مهمة جدا. قبل أن نحصي العدد لابد أن نحصي الأسباب ونبدأ بتقسيمها، هل ممكن معالجتها بشكل جزئي؟ هل سيتم معالجتها مستقبلا؟ كانت هناك للمنظمة العمل الدولية والحكومة اليمنية في العام 2005 إلى عام 2010 أنشطة متعددة وكثيرة جدا حدت من عمالة الأطفال، وكان هناك يعني برامج من المفترض تنفيذها لاحقا، وللأسف نحن نعلم ما هي الأسباب التي عطلت كل ذلك، وتراجع اليمن إلى أن يصير أكبر دولة يعني تعاني من هذه المشكلة. الجدير بالذكر أيضا أن هناك يعني تقارب ما بين الأرقام التي ذكرت على مستوى العالم وبين جائحة كورونا. لو دققنا 176 مليون مصاب بمرض كورونا، الوفيات منهم لا يزيد على 1%، لكن 264 مليون طفل على مستوى العالم والمتضررين وحتى الوفيات أرقام مهولة جدا. لا يوجد معالجات على مستوى العالم ولا على مستوى الدول العربية وعلى مستوى اليمن. القضية هذه قضية يعني مشتركة، ومن المفترض ألا تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لعمالة الأطفال أو الحد من عمالة الأطفال، وإنما تكون يوم خزي وعار على المنظمة الدولية. وهذا ما أشرت إليه في بداية الحديث اللي هو احتفاء احتفاء من نوع آخر. سأعود إليك دكتور أحمد، دعني أذهب بسؤال الأخير إلى عرفات حمران رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات. نتحدث الزوعري كما أشار قبل قليل ضيفنا، نشد البارحة المنظمات الإنسانية والدولية، ولكنه فصل. وأعود إليك أستاذ أحمد القرشي، يعني الزوعري كما أشار قبل قليل ضيفنا من عدن، يعني نشد المنظمات الإنسانية والدولية بأن تقف موقف الجاد لا موقف المتفرج فيما يحدث للطفولة في اليمن. يعني تقابل هذه المناشدات دعوة أيضا لإحصائيات ذكرها ضيفنا، أين يكمن هنا دور المنظمات العديدة والتي تقول التقارير بأن هنالك تقاضيا لأموال ربما تفوق المليارات دولار يعني في اليمن؟ ما الذي قدمته للأطفال، وكيف تتعاطى الأمم المتحدة مع تقاريرها التي ترفع إليها بين الفينة والأخرى؟ يا سيدي، إذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال فلننظر إلى النتائج. ما هي المخرجات على الأرض؟ هذه الأموال كافية لأن تنتزع اليمن من جائحة الاقتصادية والصحية والتعليمية وفي مختلف المجالات لعشر سنوات قادمة، ولكن للأسف الشديد برغم تدفق هذه الأموال إلا أن ما يصل منها إلى المستحقين بما فيهم الأطفال لا يتجاوز 20 إلى 25%. هذه الأموال تذهب نفقات إدارية وتشغيلية وخبراء واستشاريين وسيارات
يعني مشتريات وغيرها تذهب إلى المنظمات الدولية التي تتقاضى هذه الأموال للأسف الشديد، في ظل ضعف يعني قدرة الحكومة على مراقبة أداء هذه المنظمات وضعف قدرتها أيضا على توجيه أولويات هذه المنظمات، نظرا لأن هذه المنظمات في الحقيقة تعمل من صنعاء ولا تعمل من تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لنكون واضحين وصريحين، وبالتالي لا تمتلك الحكومة الشرعية السلطة الكافية لممارسة دورها الرقابي ودورها التوجيهي لأداء المنظمات الدولية. حتى المنظمات الدولية الموجودة في عدن العاصمة المؤقتة حاليا هي عبارة عن فروع تتبع صنعاء ولا تمتلك القرار الكافي لدعم حتى منظمة محلية أو غير ذلك أو إقرار مشروع معين في إطار مناطق سيطرة الشرعية إن صح التعبير. وبالتالي حتى المنظمات الدولية الموجودة في عدن لا تمتلك القرار ولا تستطيع أن تقر مشروع أو تمول مشروع. إذن هذه الأموال لا تأتي إلى اليمنيين، أكثر من 70% إلى 75% من هذه الأموال تذهب إلى المنظمات الدولية نفسها ولا تصل إلى اليمن كما أسلفت. وبالتالي فهناك حاجة ماسة إلى أن تكون لدينا قدرة على مساءلة المنظمات الدولية وعلى توجيه أيضا توجيه أدائها وتوجيه أولوياتها وتوجيه استراتيجيتها فيما يتعلق بالعمل في اليمن. تم التركيز بشكل كبير جدا على المواد الإغاثية وعلى المساعدة الإنسانية الطارئة، وأنا أقول من هنا أقولها بصراحة بأن المساعدات الإنسانية والغذائية الطارئة هي تخلق لنا كما هائلا من المتسولين والمتبطلين وغير القادرين على أداء واجبهم في كسب رزقهم. يجب أن تتوجه هذه الأموال إلى شقين، الشق الأول برامج التنمية المستدامة التي من شأنها أن تجعل هذه الأسر سواء النازحين أو لا زالوا موجودين في بيوتهم قادرين على الإنتاج، مساعدتهم في أن يتحولوا إلى أسر منتجة، الأمر ببرامج حقيقية. الأمر الثاني هو الحماية، برامج الحماية، حماية الفئات الضعيفة والأضعف بأن توجد تمويلات كافية للمنظمات الوطنية العاملة في حماية الأطفال والنساء، وأن توجد برامج لتأهيل وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ العدالة والقانون كالشرطة والنيابة والقضاء وحتى المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، من أجل التصدي لمختلف صنوف العنف ضد الأطفال كمهمة أساسية يفترض أن يتم التركيز عليها. هذه هناك حزمة من المعالجات، يفترض أن على الحكومة الشرعية أيضا أن تراجع أدائها وأن تضع يدها في يد المنظمات الوطنية وفي يد وسائل الإعلام وفي يد الناشطين الذين لديهم القدرة، أيضا أن يكون لدينا يعني أعمال وطنية فيما يخص تقييم أداء المنظمات الدولية، أن يكون لدينا ما يشبه يعني منظمات ظل قادرة على أن تتابع وتراقب أداء المنظمات سواء في الإغاثة أو في التدخلات الإنسانية الطارئة أو في الحماية، بحيث أن يكون لدينا مجهر يكشف أداء هذه المنظمات. لكن للأسف الشديد لا يوجد من هذا ما هو كاف أو حتى في الحد الأدنى مما نستطيع التعويل عليه من أجل إعادة توجيه البوصلة فيما يعني يستطيع الحد من المشكلات المتفاقمة في اليمن، وعلى رأسها مشكلة الأطفال، سواء الأطفال المتسربين من التعليم أو المنخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، ومنه التجنيد، ومنه أيضا الأطفال الذين يتعرضون للاتجار والاستغلال الجنسي. هذه المشكلات أخي الكريم ليست فقط مشكلات يمنية خالصة، هي حقيقة يعني تقع على الأطفال الآن، ولكنها سوف يعني يمتد ضررها بشكل كبير جدا على الأمن القومي لليمن بشكل مباشر تمام، وعلى المنطقة بشكل عام. إذا كانت دول الخليج وخاصة السعودية اليوم تعاني من ميليشيات مسلحة نشأت في ظروف بالغة الصعوبة، فما بالك إذا كانت الميليشيات اليوم قادرة على تحشيد مئات الآلاف من الأطفال وتوجيههم وتجنيدهم، يعني بعيدا عن الإنتاج، بعيدا عن العمل، بعيدا عن السلام، بعيدا عن التعايش، يعني يتم توجيه الأطفال الآن إلى الحرب وإلى الموت وإلى الدمار. هناك مساحات واسعة جدا من اليمن مزروعة بالألغام، والأطفال هم أكثر ضحاياها. الأطفال والنساء هم أكثر ضحاياها إذا لم يتم الاهتمام. نعم. سأعود إليك. يقابل هذه المساحات يعني هنالك مساحة ضيقة في البرنامج لكي يعني نستفيد من أكثر من مداخلة
من أكثر من مختص. دعني أشرك معي إذا سمحت هاني الأسودي رئيس مركز حقي للحقوق والحريات من جنيف. أستاذ هاني مرحبا بك. يعني كما أشار الأستاذ أحمد القرشي قبل قليل بأن المنظمات التي تدعم بشكل مباشر مقرها الرئيس في صنعاء وما تلك المنظمات في مناطق شرعية إلا فروع لأصول موجودة تحت سيطرة الحوثي. هنالك من يقول بأن هذه الأموال الطائلة التي يتم من خلالها دعم تلك المنظمات إنما هو دعم غير مباشر للحوثيين. وهنالك أيضا اتهام مباشر كان قبل أيام من الحكومة الشرعية اتهم بها اليونيسف صراحة بأنها من تقوم بدعم ما تصفه بالدورات الطائفية والتي من شأنها خروج الأطفال عن المسار. كيف تقرأ ذلك؟ للأسف الشديد بالفعل غالبية المنظمات الدولية فروعها الرئيسية هي تقع في مدينة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيين. حاولنا مرارا وتكرارا أن نتحدث مع الكثير من المنظمات من فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات أن تنقل فروعها إلى عدن. ما تم أنه تم افتتاح فروع فرعية لهذه المنظمات في عدن وظل المركز الرئيسي وبالفعل موجود في صنعاء. للأسف الشديد أن كثير من البرامج التي تتبناها هذه المنظمات يتم تنفيذها بأيادي محلية، هذه حقيقة. وبالتالي عندما يتم تنفيذ هذه البرامج في صنعاء يتم تنفيذها عن طريق الحوثيين، وبهذه الطريقة يكون هناك شبهة التمويل للحوثيين في برامجهم وخاصة في الدورات التثقيفية التي يقوم بها الحوثيين لجذب الأطفال إلى المعارك وإلى الحروب ولتجنيدهم في ظروفهم. لعل المشكلة الأكبر التي تعاني منها اليمن هي استمرار وضع الحرب. في استمرار وضع الحرب يظل هناك استمرار كبير لهؤلاء الأطفال وفي خروجهم من المدارس ونزوحهم من المدارس وتوجههم إلى جبهات القتال، بالإضافة إلى عمالة الأطفال التي انتشرت والتي توسعت خلال السنوات الأخيرة. كنا نتحدث إلى ما قبل الحرب عن وجود 1.5 مليون طفل يمني عامل. أعتقد أن العدد لا أعرف الآن، ليست لدي إحصاءات دقيقة لأن كمية الإحصاءات تكون صعبة في اليمن في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية، ولكن هناك توقعات على الأقل أن يكون هذا الرقم تضاعف مرة واحدة إلى مرتين هذا على الأقل. للأسف الشديد أن البرامج التي تقدمها كثير من المنظمات الدولية يا إما أنها تصب في أيدي الحوثيين يا إما في مرحلة أخرى أنها توقفت. هناك كان برنامج تدعمه منظمة العمل الدولية لوقف عمالة الأطفال خلال السنوات الأخيرة، هذا البرنامج في 100 دولة حول العالم، هذا البرنامج توقف في اليمن في الفترة الأخيرة منذ سيطرة الحوثيين، وذلك بسبب أن الحوثيين دائما ما يسطون على هذه الأموال ويقحمونها وبسبب أوضاع الحرب أيضا والاستيلاء على العاصمة صنعاء. نعم. أشكرك جزيل الشكر حقيقة. يعني الوقت أوشك على نفاد. الأستاذ هاني الأسودي رئيس مركز حقي للحقوق والحريات كنت معي من جنيف، شكرا جزيلا لك. بدقيقة إذا سمحت الدكتور القرشي معي من عدن، يعني لو كان هنالك أو لو كان ثمة استبيان للأطفال في اليمن، ماذا استفدتم من كل هذه المليارات التي تصل إلى اليمن باسمكم؟ يعني ماذا سيكون الجواب؟ يعني أقلهم سوف يقول نتلقى دعما بالأسلحة والمونات العسكرية والرصاص والزج بنا إلى الجبهات. بدقيقة إذا سمحت، كيف ترد أو تقرأ ذلك؟ لم أستمع هذا السؤال لو سمحت. نعم، ما الذي استفاده الطفل اليمني اليوم من هذه المنظمات أو من تلك الأموال الطائلة التي تتحدث عنها المنظمات والتي تصل باسم الأطفال في اليمن؟ نعم، أولا إذا كان صعب قياس عن العائد من المنظمات الدولية، فمن السهل قياس الفاقد من عدم وجودها. يعني نحن لا ننكر وجودها وتأثيرها، ولكن تأثيرها بسيط جدا لا يساوي تلك المليارات. الأمر الآخر أن المنظمات لابد أن تعمل وفق آلية يعني محددة وموضوعة من قبل الحكومة. مثلا اليونيسف تشير للأمام دون أن تنظر إلى الخلف، تهتم بالعقوبات ضد من يمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام الإباحية، ولا تفعل شيء لحمايتهم من العمالة القسرية.
لذلك لابد أن تكون عمل المنظمات وفق آلية محددة من قبل الدولة والحكومة الشرعية. أيضا هناك مسؤولية هامة جدا على المنظمات وعلى الدول اللجنة الرباعية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، لأنهم هم أصحاب القرار في البند السابع ووضع اليمن في البند السابع، ووكل لها هذه المهمة ومن حقها فعل أي شيء. وبالتالي الحكومة الشرعية هي مجرد أدوات لهذه الدول، لابد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه اليمن وأن تنهي الحرب لصالح السلام المفضي إلى حقوق الناس جميعا، ليس لفئة أو لطائفة. إذا اصطلح الآن الحوثيون والمجتمع الدولي، ماذا سيكون مصير الأطفال الذين تجندوا؟ هل سيزيد عددهم الأضعاف؟ هل سيموت أكثر من الأطفال؟ أسئلة مهمة جدا. لن نترك أنفسنا يعني مطية وضحية للحوثي فقط أو المجتمع الدولي، لابد على اليمنيين أيضا أن يتحركوا. وأنا أود أيضا أن أذكر للأستاذ أحمد القرشي بأن هناك أهمية لوجود المساعدات الإنسانية الغذائية، لأن اليمن فيه مجاعة. نحن لم نصل إلى مرحلة التعافي حتى نصل للمشاريع النوعية والمشاريع التنموية. صحيح نحتاج إلى المشاريع التنموية، نحتاج بالطاقة الكهربائية، نحتاج بالطرق للتعليم والصحة، لكن هناك فجوة كبيرة في الغذاء، وهذه يعني حقيقة لابد أن نعترف فيها. ووصلت مناطق كثيرة في اليمن إلى مستوى المجاعة من المرحلة الخامسة. هناك ستتوقف كل البرامج التنموية والإغاثية والإنسانية، وسيبقى الغذاء هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الشعب اليمني قبل أن يؤثر على الإقليم والعالم. نعم. أود أن أنبه إلى أن نتعاون جميعا في إيجاد الحلول فقط، أما الأسباب كلنا نعرفها وكلها واضحة أمامنا بشكل يعني جلي. جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر دكتور إيهاب القرشي، باحث في المجال السياسي والإنساني، كنت معي من عدن. بدقيقة إذا سمحت أستاذ أحمد، تعليقك على ما علق به عليك أو على حديثك الدكتور إيهاب، تفضل. نعم، أنا لا أقول الامتناع التام عن تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية الطارئة أو الصحية، لكن يفترض أن يتم دراسة هذه الاحتياجات بشكل دقيق فعلا وأن تصل إلى مستحقها. ولكن لأننا بالملاحظة نجد بأن نسبة كبيرة جدا من المساعدات الإنسانية وخاصة في المجال الغذائي تذهب في الفساد، وتذهب وبعضها يتم إتلافها، كما رأينا يعني آلاف الأطنان يتم إتلافها سنويا في الحديدة من المواد الغذائية. هناك أيضا سيطرة من الميليشيات المسلحة على أطنان، يعني على آلاف الأطنان أو مئات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية لا تذهب إلى مستحقيها. وبالتالي فإن يعني ما يتم تسخيره من أموال المساعدة الإنسانية للمواد الغذائية لا يصل حقيقة إلى 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 إلى, إلى مستحقيه يعني بشكل مباشر، وإنما تذهب نسبة يعني نسبة يعني منه إلى المستحقين، بينما تذهب النسبة الأكبر هباء، إما تتلف وإما يتم سيطرة عليها من جماعات مسلحة. هذا ما نريد أن يتم إعادة النظر فيه، هذا الفاقد هو الذي نريد أن يتم إعادة النظر فيه بحيث يتم توجيه الأموال إلى الحماية وإلى المشاريع المستدامة. أشكرك. نقطة أخيرة أحب أن أقولها، بأن الحرائق التي تتم اليوم في اليمن ستكون نتائجها كارثية ليست على اليمنيين فقط، ولكن ستمتد إلى المحيط الإقليمي وإلى باب المندب وإلى التجارة الدولية من باب المندب، وسوف تكون اليمن هي بوابة لكثير من المشكلات والكثير من الدمار وكثير من الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة التي ستقلق وستقض مضاجع الكثير من الدول وستحدث حرائق في داخل هذه الدول عاجلا أم آجلا. وفي هذه الرسالة يعني ذكرى لمن كان له قلب كما يقال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، كنت معي عبر الأقمار الصناعية للحديث حول موضوعنا لهذه الليلة وهذا المساء وهذه الحلقة، والمتمثلة بعمالة الأطفال واحتفاء الأمم المتحدة والعالم باليوم العالمي الذي خصص في 12 من يونيو من كل عام. الشكر موصول أيضا لضيوفي الأعزاء الذين كانوا معي عبر الهاتف، الدكتور إيهاب القرشي الباحث السياسي والإنساني من عدن، وعرفات حمران رئيس مؤسسة رصد الحقوق والحريات من الرياض، وهاني الأسودي رئيس مركز حقي للحقوق والحريات من جنيف. وشكر لكم أيضا مشاهدينا الأعزاء على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء.